جالك مكالمة معاه على الهوا من الفنان الكبير عادل إمام. الفنان عادل إمام هو ممثل زينا وبيعرف يرفع حاجب ويقفل حاجب ويفشخ بقه ويكشر، وممثل زي أي ممثل يعني. باختصار أنا مش بهاجم عادل إمام، أنا بهاجم لقبه. ولو يعني هو هيعمل مسرحية السيد الشغال، طب ما نقول عليه السيد الشغال يعني بدل زعيم. ما هو قال على نفسه انا مش زعيم مره بعد الكلام ده. أيوة. قال يعني انا عشان عملت مسرحيه، لا هو الزعيم في المسرحيه بتاعته. أيوة. انا معاه. وكوكب الشرق، كوكب الشرق، لا سيده الغناء العربي، حاجه زي سيده الشاشه العربيه. أيوة. حد قدر في الدنيا يفتح بقه يوصل لام كلثوم؟ ابدا. ايه مطربه صغيره انت، ام كلثوم بالنسبه لك حد في مصر؟ ابدا. لا يمكن. فهي تستاهل اللقب ده.